إيه علاقة نهر النيل في مصر بنهر الهان في كوريا؟ زي ما عندنا نهر النيل في مصر، الكوريين عندهم نهر الهان. زي نهر النيل ما هو طالع في نص الأفلام المصري واتعمل له أغاني ومواويل، نهر الهان كمان اتصور عنده أفلام ومسلسلات كورية وعالمية. كل مشهد اتصور في خلفيته نهر الهان، كان بيروج للمكان ده سياحيا بشكل غير عادي، لدرجة ان نهر الهان اصبح وجهة سياحية قوية من كتر ظهوره في الدراما والافلام المشهورة. Y todo se sale. ¡Ande! ¡Ande! ¡Ande, va a buscarse! ¡Ah, tú no, yo que no, tú que no! ¡Cómo crees que son los buenos! بس تاني، ايه علاقته بنهر النيل؟ اللي بيربط نهر الهان في كوريا ونهر النيل هو بنت نوبية مصرية اسمها نور. نور بنت النوبة ابتدت رحلتها من عند النيل وليها حكاية طويلة رسيت بيها هنا عند نهر الهان في كوريا، والنهاردة هنحكي الحكاية. سبحان الله، تحس ان المكان ده كل تفصيله فيه تقريبا يعني عارفينها، يعني هو اتحول لمزار سياحي لانه الكوبري ده اتصور فيه الفيلم الامريكاني الشهير افنجرز. مظبوط مظبوط. وكل خطوه بنمشيها هنا بيبقى مشهد من مسلسل دراما كوريا. صحيح، حتى المركب دي اتصور فيها دراما اسمها مان فروم ستار، مشهوره جدا برضو. مشهور. الكلام ده يعني ايه، نص الجمهور هيلومني لو ما اتكلمتش عنه. ايوه لانه سكويد جيم نفسها. صحيح. يعني دي الرسمه بتاعت الحبار. اللعبه نفسها ما كانتش هنا، كان ليها لوكيشن تاني، بس دي الرسمه دي. عاملين الرسمه دي للسياح دي. للسياح بتاع سكويد جيم. بتاعت سكويد جيم بالظبط. ايوه. واللي هناك دي برضو ولا دي حاجه تانية؟ واللي هناك دي برضو. واللي هناك برضو. اللي هي كانوا بيلعبوا فيها الازرف المربعه اللي كانوا في اول مشهد بيحدفوها على الارض دي. قبل ما نسافر كوريا شباب كتير قعدوا يقولوا لي صوروا لنا سكويد جيم او لعبه الحبار، وأنا مش فاهم إيه الحكاية. اللعبة دي اتعمل عليها مسلسل بنفس الاسم، تصدر ترند جميع المنصات الرقمية. قلت بس خلاص، طالما جيت كوريا أنا هلعب سكوت جيم اللي بجد، واللي ضيفنا الكوري هو اللي هيقول لي قواعدها الحقيقية. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا شفنا سكويد جيم في المسلسل، لكن في حقيقه الامر انه احنا عرفنا كده انه سكويد جيم كلعبه كوريه ما فيهاش العنف ده خالص، بالعكس يعني هي لعبه عاديه جدا يعني. صحيح. ماذا الدنيا 하는 사람에 따라서 폭력적인 게임이 될 바이올런스 뜻이야. 폭력적인 게임이 될 수도 있고 안 될 수도 있어. 왜냐면 이게 미국 축구나라든지 아니면 혼자 알지. 그걸 미국 축구랑 비슷할 수도 있거든. 알았어 알았어. يقول لحضرتك دي بتنطبق على الناس اللي بتلعب اللعبه، احيانا ممكن تبقى لعبه عنيفه وممكن تبقى لعبه يعني في جزء منها. لا هو بس زي ايه، بيقول زي المثال
زي كرة القدم في العالم كله وكرة القدم في أمريكا اللي هي الكرة اللي هي الفوتبول بتاع أمريكا اللي هي ممكن يخبطوا بعض على طول. راموس يعني عندنا اللعبة النظيفة بتاعت محمد صلاح صحيح. وعندنا العنف بتاع راموس صحيح بالظبط هو نفس المثال بالظبط. فهو بيقول يعني المفروض ان بين الاطفال لما بيلعبوها بيخبطوا بعض وكده عشان هم عايزين يكسبوا بس ما بتوصلش العنف اللي كان في الدراما اللي هو في الدراما اللي فيه قتل وكده لانه للاسف الشديد ده ادى الى يعني كان في تحذيرات عالميه صحيح في كل ما فيش او سن معين ما يتفرجش على المسلسل وناس كتيره كانت بتعارض كميه العنف اللي فيه. Welcome to Squid Game. Squid Game او لعبه الحبار في الأصل هي لعبة تقليدية للأطفال في كوريا وعلى نفس الاسم واللعبة اتعمل مسلسل كوري كسر الدنيا وحصل على أعلى نسب المشاهدة في العالم وحقق 1,650,000,000 ساعة من المشاهدات على واحدة من أشهر المنصات العالمية. بالرغم من النجاح الكبير الجماهيري اللي حققه المسلسل كتير من الأخصائيين النفسيين حذروا الأهالي من السماح للأطفال بمشاهدة المسلسل لأنه بالرغم من أنه بيحمل اسم لعبة أطفال إلى أن اللعبة في المسلسل كانت دموية لأبعد الحدود. مسلسل قلب الدنيا بدون شك وأثار جدل كبير عشان كده كان لازم أفهم أصل اللعبة الكوري دي إيه. ممكن تعلمنا بقى السكويد جيم الأصلية اللعبة الأصلية اللي انت تعلمتها هنا؟ هرسي سو عندي هنجم مالوي هركي يعني ممكن اشرح الكوري وهشرح طريقه اللعب نيل انا عاوز العب معاه اوكي ينفع واحد قدام واحد ولا هو لازم اثنين اصلا ولازم شخصين طيب. واحد قدام واحد المفروض واحد لازم يوصل للدايره واحد لازم يصده اوكي انا اللي هصد انا هاف جول انا هاف جول انا لا دي في الجينات طب بس بتاعتنا بس في الحكم هو في عدل يعني مش عشان جوزك بقى تدفع كام يا استاذ انا جوزك كان يروك هي يروك غادي يروك لازم هو ينط على رجل واحد اوكي وانا بقى ما هو انا بحاول افهم منه بيقول بس لما يوصل المنطقه هناك يوجد كاجي ديكا ديغا جولو غامن ديغا يجين كويا لو هو وصل للدايره دي يبقى هو كده كسب طب تمام جوجي يعني بس انا لو زقيته انا خايف عليه يقع فازاي هو يمشي يجي يوجد نومو جيميون نيجا ترو جول سديتي كنت كريف بروجين كويا عشان كده هو كريف بروجين لا دي بقى العنف لا انا ما مش عارف انا المسه اقول كهرباء صحيح ايه رايك احنا عندنا لعبه اشرحي له كهرباء المسه اقول كهرباء كامل ده كريجو 내 말을 해줄게. 오징어 게임에서 이렇게 가잖아. 이렇게 갈 거야 아마. 그리고 이렇게 넘어 여기를 넘어. 그러면 그때부터 한 발로 갈 수 있어. 너도 그 위로. 그리고 이렇게 할 수 갈 수 있는 거야. 비올리 يعني في الجزء ده لو هو نط النطة من أول الحتة دي يقدر يمشي برجلين اتنين. اوكي فهمت. فأنا بحاول أمنع. اوكي فأنا اوكي فهمت كده. 그리고 저기가 내 기억이 맞으면은 다운되기보다 그냥 절로 그냥 가는 거지. 선. هو لو وصل للمثلث اللي هناك ده اللي جوه الدايره اللي هناك من هنا يقدر يمشي برجليه الاثنين كده. وانا بحاول امنعه بقى انه يوصل للمثلث. عشان كده في المشهد المسلسل طلع السكينه على طول ان هو ايه لا انت كده هتكسب. عشان كده بيقول لا انا مش هطلع السكينه انا هوصله وبعد كده امنعه بقى الراجل الراجل. عادي. كرام تيجي مش شاك. تيجي مش شاك하면은 난 무조건 이렇게 하는 거야. 그렇지? 알았어. 절로 가야 돼. 알았어. 얘 저거 레즈 이렇게 낼 거야. 이분은 날 맞겠지. 오케이. 원아. 멈춰야 되는데. ما تخافش ما تخافش اعمل لك حاجه عم احنا طيبين في مصر ما بنعملش حاجه بيقول لي هو بيسالني بيقول لي هو ليه ما بيوقفنيش احنا طيبين كنت انا كده طب انا المفروض اعمل طب انا كده مكتنا كرميون لو انت تعالى كده شلوا خانك ده انا كده ده موضوع دوخه ها حل عليه بس هتقع
لا واخد الموضوع بجد قوي. اه طب ما انا اهو ده ضبو يا ضبو تواجه يا شي ضبو يا عنده وجه. لا بقى اهو نزل على رجله هو خلاص. انا هسمع علي علي انت بتخمي كده. لا انت بتخمي تفضل تفضل يا زميلي. خلاص هو كده هيمشي. لا لا هي بتخم. لا لا هي بتخم. انا عملت حاجه؟ اه ماليش انا بره اهو بعيد عشان جوزك يعني ولا ايه؟ عليك انا كده بلعب قدام اثنين. ماشي يا استاذ بيبان. طب ماشي عشان بيبان. انا اي ممتت انا اي هولد هيم. انا كده بيبان يا؟ يس. كم يوجي ساتي؟ أرس. يقول لي مش انت مش انت في صفي تعالي اقفي هنا حاضر اهو. اه بص هيحاول يخطفني. بص انا فاهم انا الشغل ده شغل بورين. اه على مين؟ انا واقف لك يا معلم. انا واقف لك يا معلم. انا واقف لك يا معلم. سيب جوزي يا استاذ احمد. سيب جوزها. اه ايه ده هو في 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 قاعده اسمها سيب جوزي. طب ماشي. لا مفيش. بص بص بيحاول على مين؟ على مين؟ بيحب يتوه قوي. ايوه ايوه روح هناك. ايوه كده. اه لا انا من شبرا. لا انت من كوريا انا من شبرا. التتويه ده انا عم تسامد. ايوه ايوه اهو ادي دو اقعد بقى جيل شبرا. ارجع 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 دي شبرا. ارجع ارجع الارض اللي كسبتها دي. يعني تعالي تعالي وقفي. هو مش انت اهو. لا لا جامد جامد. يلا خلينا برافو. كده برضه تشجعي زين على ابن بلدك برضه. ها لا استنى عشان انا كده زعلت وضميري وجعني. اه شفتي بقى لازم ضميري. انا ساعدته هنا وساعدته هنا. ايوه كده انا عندك انا جاس انا 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 بيقول ان الكيتشيكي조금 다를 수도 있어 동네마다. 비올 가면 한국이 작은데 규칙이 서울마다 다르고 뭐 어디마다 다르고 해서 조금 다를 수도 있고 더 많을 수도 있어. 비올 قواعد اللعبة بتختلف من كل مدينة والتانية وكل قرية والتانية. انا هقول لك حاجة بقى. اللعبة دي موجودة في بعض المناطق الشعبية بس مش بالهندسة دي. ايوه ما هي نفس الحكاية في كوريا اصلا في يعني في الثقافة نفسها ما فيهاش عنف يعني هو بس اللي هو حد يخلع من التاني بس بالنسبة للأطفال كان ممكن يزقوا بعض جامد لدرجة يوقعوا بعض بس مش بس خلي بالك انا عديتهولك جدعانة. انا عارفة دي جدعانة الشبراوية. انا كان ممكن اوقفه. انا عارفة انا في الأول عملت كده بس ايه يعني عديته بس انت حضرتك كده انقذتني عشان هو كان ممكن يروح البيت. هو انا ليه ما كسبتش؟ ايوه عشان بنت بنت بلدنا لازم يعني برضه شكرا. إنما تحصل عليه دون جهد أو تعب ليس له قيمة. الجملة العظيمة دي قالها الفيلسوف والكاتب البريطاني الشهير توماس كارلايل. والجملة دي تقدروا تقولوا عليها ممكن تكون دستور حياتنا وده اللي أهالينا ربونا عليه. عمرهم ما ادونا حاجة سهلة. مع الخبرة ومع تقدم العمر طول الوقت هتكتشفوا إن كل حرف بيقولوه لي أهالينا وإحنا صغيرين أعظم وأكبر وأهم من أي فيلسوف في العالم كله. عمر ما أهالينا ادونا حاجة بسهولة. كانوا دايماً وإحنا صغيرين وإحنا أطفال صغيرة يخلونا نتعب. يعني يقولك إيه يجيب لك الحصالة اللي ما بتتفتحش غير بالسكينة والشاكوش وشغلانة كبيرة. ويقولك أنت بتحلم بإيه؟ بتحلم بكذا؟ حوش في الحصالة. وكان دايما حتى والدي ووالد حضراتكم ودايما كل الاباء والامهات بيعملوا معانا نفس الحكايه دي طول الوقت. يقول لك لو انت حوشت 5 جنيه انا هحط لك 5 جنيه من عندي. لو انت حطيت 100 جنيه انا هحط لك 200 جنيه من عندي. لحد ما توصل للرقم اللي انت عاوزه اللي انت بتحقق بيه حلمك. فالنهارده تلاقي واحد من الشباب يقول لك انا نفسي في تليفون حديث او نفسي في جهاز كمبيوتر حديث. طيب انت كأب لو اديته اللي هو نفسه فيه من غير ما يتعب طب هو هيعمل ايه في حياته بعد كده؟ هيتعب ليه؟ هو مش محتاج يتعب. هو لان احلامه كلها اتحققت وهو لسه طفل صغير. لكن مثلا كانوا عندنا في العادات والتقاليد زمان ويمكن مع اختلاف الزمن كان يجي يقول لك ايه الاب يحط لابنه العمدان عمدان البيت.
وانت بقى بشطارتك اشتغل وقفل بيتك او اسيب لك بيتك على الطوب الاحمر، انت شطبه ووفر لنفسك فلوس وجوز نفسك بنفسك. مع ان نفس الاب ده كان يقدر يجهز يشطب شقه الابن ويجيب له المهر والشبكه ويعمل له كل حاجه في الدنيا، لكنه كان عاوزه يتعب. بعد ما لعبت مع زين الكوري لعبة الحبار وهي لعبة الشارع بتاعهم، طبعا هو كسبني. قلت له لا بقى، ينزل قدامي في البينج بونج واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. احنا مش هنطب بقى، انا ولا انت؟ انا انت؟ اوكي لو هو فاهم دي لغة. ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة، امسك بقى، امسك هندي هندي انت تنفخ فيها ولا ايه؟ اوكي يلا 2-1 ليك. يلا هو 2-1 يلا. اه اوكي 2-2 3-2 ليا. لا بلاش، مش عشان جوزك يعني. 3-2 ليا. استنى بس. ايوه كده شاطر. 6-4 انت. 5-5 يا ابويا. 7 ايش بيا؟ معترض ها؟ مش عاجبه ها؟ مخضوض. 11 إذا كنت من سول أنا من شبرا. 10 أيوة كده شاطر. ياس ياس آه تمام. Anyway I'm not Korean. You're not Korean. أنت مش كوريا أنت مصري. أنا المصري. فاضل لك ماتش بوينت. ها بوينت اوف ماتش. تعال يوز بحكي دي. غير بقى اعمل. ايوه حافظها انا الحركات دي. يلا شو ايوه انا حافظ الحركات دي. ايوه كده وريني. هتكسبني في سكويد جيم هقطعك في البنج. هي وان. ايه ده هو كده خلاص الكوره؟ ايه خلاص مفروض. معقوله؟ اه الكوره خلصت. ده هنا من 35 كده خلص المفروض عندنا في مصر خلص 21؟ اه عاوزك كملي اكمل عادي. ايه بس شجعتنا اهو. I'm not Korean. I'm not Korean. Korean didn't lose. أول ماتش لعبته مع زين كسبته، لاحظت إن صاحب الصالة اللي بنلعب فيها اتضايق وقرر يلعب قدامي الماتش اللي بعده بإصرار عجيب، راح حط بشدة وحماس بس لسوء حظي طلع الأستاذ صاحب الصالة لاعب أولمبي سابق. واحد ليه هو؟ ليه هو طبعًا، كل حاجة ليه. واحد واحد. ده خلي عندك امل. لما تجيب منه نقطه نرقص يعني. نو مش على 20 جول. اوه 3-1 اوكي ماشي اوكي. واش هذا هو على السيرف؟ ها سكيني ده كتير قوي. 7-1 يا نهار اسود. اوه اوه
كده 7-2. اوه ده نقطتين بجيم اصلا. سويب. هلعب له قصير بقى، هلعب له ايه؟ هلعب له حرامي، هعمل ايه؟ جامد. لا لا 8-3. 8 ده النقطة منه بعدي يا شيخ، يا حبيبي ده الواحد بيجيب منه، مش عارفة مين ده الواحد بيجيب منه نقطة بعدي. ركزوا معايا طيب، حرام عليك شوية ضمير. واو اوه كده ايه؟ واو واو العب له فين؟ طب ده فور نافع ولا باك نافع؟ اوكي سام. واو شفت يا عم؟ العب اهو بونجا بونجا نزله هشام. لا هشام مش هسد معاه، ده جامد جامد. انا خليها لك 20 دقيقة. كنت زي ما قلت. اودي اودي. اوه خوجي. ايه شو فور. علي نعمل اجيب لك هنا هودة تقطعك. ما تهورش احنا جامدين. جبنا منك 6 نقط. لا فاضل نقطة. مشكلة هيكسب هيكسب. يغلبه على ما يكسب. لا بارك الحمد لله. ليه 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 يعني سبعة؟ يغلبه غلبه. تعالى بأمانة يعني من أجمل الحاجات اللي هنا في كوريا القهوة. القهوة هنا طعمها حلو، ويمكن أحلى كمان من القهوة الأمريكاني والقهوة الأوروبي، لدرجة إن إحنا بندخل المحلات الكوري نشرب القهوة بتاعتهم، والبيكري بتاعهم كويس قوي. وبمناسبة بقى القهوة، الناس اللي بتحب القهوة زي حالاتي يعني، القهوة دي أنواع وحكايات، وقالوا فيها شعر، وقالوا فيها روايات، وقالوا فيها كلام كتير قوي، لأن اللي بيحب القهوة بيبقى فيه علاقة خاصة جداً بينه وبينها. القهوة أنواع. أول نوع الإسبريسو. الإسبريسو هو قهوة قوية سودة، اللي هو عصير القهوة. الدوبيو هو 2 شوت إسبريسو، يعني شوطين قهوة قوية سودة. أمريكانو شوت إسبريسو والباقي مية. لو عاوز أمريكانو تقيل شوية، 2 شوت إسبريسو والباقي مية. لاتي لاتي شوت اسبريسو والباقي ستيمد ميلك، ومن فوق فوم. ستيمد ميلك اللي هو اللبن اللي متسخن بالبخار. كابتشينو كابتشينو عبارة عن 2 شوت اسبريسو وستيمد ميلك وميلك فوم. موكا ركزوا معايا عشان دي صعبة شوية. موكا عبارة عن اسبريسو أول حاجة، بعد الاسبريسو هوت شوكليت او اللي هي الشوكولاته السخنه، وبعد كده الستيمد ميلك اللي هو اللبن المبخر بالتسخين يعني، او التسخين بالبخار، وبعد كده ميلك فوم اللي هو الفوم اللي فوق من اللبن. كورتادو اسبريسو وستيمد ميلك. ماكياتو عباره عن اسبريسو وميلك فوم. الجامد بقى اللي جاي افوجاتو. افوجاتو عباره عن ايس كريم واسبريسو. نور قدرت تثبت نفسها لكل اللي حواليها برغم ان البدايات كانت صعبة وكان فيها احباطات كتير، بس هي كان عندها رؤية خاصة لحياتها قدرت تحققها. حاجة و60% في الثانوية العامة. مظبوط. يعني
ما جالكيش بقى احباط والحياه ما انتهتش، بالعكس ابتدت. صحيح صحيح صحيح. ايه بقى الفكره؟ يعني كان بدات بان انا في الثانويه العامه يعني حصلت ظروف كتير، يعني والدي توفى الله، وحصلت حاجات كتيره كده لخبطت الدنيا، فما عرفتش اجيب مجموع. وانا اصلا يعني تو بي اونست، عشان اكون صريحه معاك، انا كنت اصلا لغات، يعني عشق اللغات، ولا العلمي ولا الادبي، انا عايز اتعلم لغات وبس. فجبت 63%. عشان تتعرفي على ثقافات مختلفه يعني. بالظبط. وعشان انا كان نفسي ابقى مرشده سياحيه. انا اصلا من مدينه ابو سمبل في جنوب مصر، في النوبه. فكنت دايما اروح معبد ابو سمبل كده اقول انا نفسي ادخل هنا بسياح كده واشرح. فبعد ما جبت المجموع ده ما لقيتش قدامي غير التعليم مفتوح، كليه السياحه وفنادق جامعه حلوان. دخلت وبقيت مرشده سياحيه. يعني دخلت تعليم مفتوح، ما قدرتيش تحققي اللي حضرتك فدخلتي تعليم مفتوح. بالظبط. بس مش عشان المجموع ما جابش، هي كانت مفتوحه لحد مرحله ثالثه ثانويه عامه، ولكن كانت اختبار قدرات وانا ما كنتش اعرف، فما عملتش اختبار قدرات فما عرفتش ادخل انتظام. جيت بعد كده دخلت الكليه، واثناء ما انا بتعلم في الكليه بدات اجمع لغه مع لغه مع لغه. فبعد دراسه اللغات وخلصت الجامعه، يعني انا اصلا المفروض كنت اتخرج 2015، بس انا اتخرجت 2019. ففي الوقت اللي انا فيه كنت متعطله في الدراسه، مش قادره اتخرج. اهلي بداوا اللي هو ايه، انت مش نافعه او مش بتذاكري او، فانا كنت عايزه اثبت لهم ان المشكله مش عندي انا، المشكله في رغباتي انا في التعليم، انا عايز اتعلم ايه بالظبط. فرحت اخترت اللغه الكوريه عشان اثبت لهم ان انا بعرف، اللي هو انا هجيب لكم اصعب حاجه بقى في الكتاب. اللي هو شوفوا لي بقى لغه ما حدش بيعرف يفك الطلاسم بتاعتها وانا هتعلمها دي. فبدات بكورسات اللغه الكوريه في سنه 2016. دخلت 2016، وبعد 4 ليفلات بالظبط قدمت في مسابقه المحادثات. محدش في العادي بيدخل مسابقه المحادثات في الليفل بدري قوي كده، عشان هي صعبه اصلا. فانا اخترت التخصص اللي انا بحبه، الموسيقى التقليديه اللي هنرجع له بعدين. اخترت عشق للموسيقى الكوريه، واخترت ان انا اعمل موضوع محدش عمله قبل كده. ودخلت المسابقه، وكنت اقل ليفل في الناس اللي قدمت، انا كنت مستوى رابع، وكسبت المركز الاول. وقتها خدت سفر لكوريا، رحله 10 ايام مجانا. فجيت مامتي ما كانتش مصدقه اصلا، اللي هو لما جت تشوفني في المسابقه هي ما كانتش مصدقه انها شايفه بنتها المفروض ما بتنجحش في الجامعه، بتتكلم واقفه بتتكلم عن لغه معينه بلغه هي مش فاهماها وكده. يعني والدتي نفسها فانبسطت جدا من الفكره، قررت ان هي تسيبني اسافر اول 10 ايام. بعد العشر ايام دول جات لي فرصه المنحه ان انا ادرس في جامعه هنا في كوريا مجانا، وهم يتحملوا كل التكاليف، تذاكر ودراسه ومعيشه. ودخلت هنا بقى كليه الاحلام في كوريا. مظبوط. دي مرحله كليه الاحلام. مظبوط. انت اول واحده اجنبيه تدخل الكليه دي؟ ها، اول عربيه. اول عربيه تدخل الكليه. لكن في اجانب، بس ما كانش في حد خالص بره اسيا. ليه بيقولوا عليها كليه الاحلام؟ علشان الكوريين نفسهم ما بيعرفوش يدخلوا الجامعه دي. الجامعه دي الليفل بتاعها صعب جدا، اختبارات القدرات والامتحانات بتاعتها كبيره، وكمان عشان هي جامعه الناس بتخرج منها على طول على جارانتيد ليفل في الارت عامه، فالناس كلها بتبقى عايزه تدخلها. فالتقديم اقبال عليها عالي، بس هم بياخدوا عدد قليل، يعني احنا الدفعه بتاعتي كلها 10 بس. هي الجامعه عليها اقبال، وكمان عشان هي كونكتد مع فرانس للمعاهد الموسيقى والفنون هناك. فالناس بتخرج من الجامعه هنا بتسافر على اوريدي بوزيشن محجوز في فرنسا. ليه بقى يعني احكي لي ليه سموها كليه الاحلام بشكل عام؟ هو بالتاكيد مش من صعوبه دخولها، هو اكيد بتقدم حاجه مش موجوده. مظبوط. اولا الدكاتره اللي موجودين في الجامعه كلهم ناس، يعني اقدر اقول لحضرتك مثلا لما تدخل اكاديميه في مصر للمسرح، والبروفيسور بتاعك هو استاذ عادل امام. بس فدكاتره الجامعه كلهم ناس مشاهير اصلا في المجالات كلها بقى. سواء انيميشن، تصوير، اخراج، تمثيل، رقص. وكمان الكريكوليوم او المناهج اللي بيعلموا بيها هي مناهج عالميه. فبالنسبه للكوريين، انا مش عايزه اتعلم تعليم بتاع الكوريين، انا عايزه اتعلم تعليم بتاع بره، عشان لما اعمل معادله مع جامعتي في دوله بره، في اي دوله ثانيه، يقبلوني في الوظيفه على طول. نور الدمرداش، البنت النوبيه الصعيديه الاصيله القويه جدا. نور في الثانويه العامه جابت مجموع بسيط، حاجه و60%. تخيلوا واحده جايبه حاجه و60%، يعني رقم او مجموع ما تقدرش تحقق بيه احلامها. في الجامعه اتاخرت حوالي 3 أو 4 سنوات، يعني اتاخرت في الدراسه في الجامعه. يا ترى الحياه وقفت عند كده؟ ما وقفتش، لانه هي لو ما كانتش تعبت نجاحها اللي هي فيه دلوقتي
ما كانش هيبقى له قيمة. نور الدمرداش هي نجحت إنها تكون أول فتاة مصرية وعربية تدخل كلية الأحلام في كوريا. الكلية دي بيتكلموا عنها إن يعني فرص دخولها يعني صعبة جدا جدا جدا، مش أي حد يقدر يدخل الكلية دي. نور تعبت وشقيت وجريت ورا حلمها لحد ما قدرت تدخل كلية الأحلام، وفي نفس الوقت اتحولت إلى سفيرة لبلدها هنا، بتطلع في الإذاعة الكورية والتلفزيون الكوري تتكلم عن مصر، بتتكلم عن الثقافة المصرية، بتتكلم عن الحضارة المصرية. هي جسر للتواصل دلوقتي ما بين مصر وما بين كوريا. هو ده التعب والمجهود اللي لو ما كانتش وصلت النجاح ما كانش النجاح ده هيبقى له تمام. النهاردة رايحين واحد من أكبر وأهم المولات التجارية في سول عاصمة كوريا، وهو آي بارك مول. مول ضخم جداً وفيه كل حاجة تقريباً. دخلنا مول ونزلنا الدور الثاني عشان نكتشف إنه مخصص بالكامل للأساس وأدوات المطبخ. تعالوا نستعرض مع بعض شكل الأساس الكوري واهتمامات وذوق الكوريين في تجهيز شقائهم. دي بقى مجموعة من الانتريهات الجلد، واضح جدا انها من اهم اولوياتهم. طبعا ده يعكس على طول اهتمامهم بالراحة والاسترخاء في البيت بشكل كبير. هم شعب بيتوتي وبيحبوا قعدة البيت، وبالتالي بيدوروا على الانتخة الشديدة. الكرسي ده بقى حكاية، ده بقى حجم ترابيزة السفر عندهم. بدأنا ندخل في غرف النوم، ده بقى سرير طالع من مسلسل كوري حالا. ودي بقى المراتب عندهم. ايه ده، بدأت الانتريهات القماش تظهر اهي. دخلنا بقى المطبخ الكوري، أطباق وكوبايات ومعالق وصواني، حاجة روعة الحقيقة. أنا هاخد الشوب ستيكس دي معايا مصر، يمكن تنفع وأنا بضرب طبق اسباكيتي ولا حاجة. بصراحة الشكل العام هنا لكل أدوات المطبخ عظيم ويفتح النفس، بس يا ترى الأكل اللي هيبقى جوه الأطباق دي يبقى كمان يفتح النفس؟ ده اللي هنعرفه في الفيديوهات اللي جاية. نور وزين اتحدوا المسافة والبعد في الثقافة والعادات عشان يوصلوا لحلمهم انهم يتجوزوا، وده خلى عندي فضول اعرف مين هو زين وازاي قدر يفهم ثقافتنا ويبقى جزء منها. امتى بدأت تعجب بنور؟ او امتى بدأت تحبها؟ اهو عشان نكون واضحين. كان فاكر اليوم ده كان ايه، سنه كام؟ هي اكيد فاكره، انت مش فاكر. استنى، ده امتحان بقى. ده امتحان. لا طبعا استنى، عشان انيابها كشر عن انيابي. شوف رومانسيه الراجل الكوري هنا. نالجا كيونغنا شو نالجي. ايوه فاكر طبعا. ايه هو بقى؟ 28일이잖아. 2월 28일. انا جاي نهدي النفوس. 28. كريجو جاي 2년. 2년이 اهو. كسبوا. كسبت. لا بس انا هقول لك حاجه برضو اغرب. احنا كان اليوم ده اساسا مش 28، هو كان 29/2. 29/2 ده سنه كبيسه، بيجي مره كل اربع سنين. يا نهار ابيض. احنا غيرنا. احنا غيرنا ل 9 ل 28 كان احتفل بيه ذكرى سنويه، بس هو اساسا بيجي مره كل اربع سنين. فيعني السنة بتاعت الناس كلها كبيسة إلا إحنا. اليوم اتقابلنا فيه يعني سبحان الله، كان قدرنا إحنا نكمل.
ايه اكتر حاجه عجبتك في الست المصريه؟아마 에너지틱하고 약간 좀 긍정적인 생각을 가지고 있는 게 좀 큰 것 같아요. 왜냐하면 보통 이제 한국 사람들은 보통 아까도 말을 했지만 걱정을 좀 먼저 하잖아 우리가. 근데 그런 거에 대해서 걱정 먼저 하지 않고 어떻게든 되겠지, 어떻게든 할 거야. 뭐 그런 생각 가지고 있는 게 괜찮 좋은 것 같아요. بيقول أحلى حاجة الإيجابية والطاقة بتاعت السيدات المصريات يعني أو عن تجربتنا يعني إن هو دايما الكوريين بيشيلوا الهم الأول ويقعدوا يفكروا هنعمل إيه يا ترى هنتصرف إزاي بس دايما الست المصرية عندها كونسبت اللي هو خير إن شاء الله خير إن شاء الله إن كل الأول بس مالكش دعوة يا عبدو كله هيتحل بعدين يلا ننط في النار بعد كده وخير إن شاء الله خير إن شاء الله فهو دايما كونسبت اللي كل حاجة هتبقى كويسة بعدين لكن هم ما عندهمش كده هم العكس هم يشيلوا الهم الأول ممكن يفضلوا بقى ستريس والموضوع لسه ما تمش أصلا أو مثلا لسه الاختبار ده ما جاش وقته بس شايلين همه من دلوقتي إيه أكتر حاجة بقى عجبتك في الراجل الكوري؟ الاهتمام بالتفاصيل يعني مثلا لو احنا بنتفرج على مسلسل وانا مثلا قلت يا لهوي ايه ده الله بص الفستان ده حلو ازاي الاقيه فجاه كده جابهولي فضل حاطه في دماغه ليوم معين لمناسبه معينه فاكره المسلسل الفلاني لما قلتي ده كان لابسه فستان حلو انا جبته فانا اتخض ده ممكن اعيط اللي هو انت ازاي فاكر ده انا قلت كلمه عبره وخلاص قمت بعدها غسلت المواعين ونسيت ونمنا وخلاص فيعني دايما فاكر الحاجات التفاصيل الصغيره فاكر كل حاجه فاكر انا عندي امتحان يوم كام وفي ورايا ايه انت قلتي رايحه البرنامج الفلاني كده دايما فاكر كل حاجه فدي حاجه مميزه عاوز اسال زين سؤال هل المجتمع هنا او العيله قبلت فكره انه يتجوز واحده من ثقافه تانية من مصر بوتون 이제 좀 개방적이라고 할 수 있는데 오픈 마인드가 좀 많아져서 이제 요즘은 그렇게 크게 상관을 하지 않는 것 같아. 오히려 그러니까 내 생각에는 나도 이제 국제 결혼 인터내셔널 커플로서 한마디를 하자면 우리나라는 이걸 좀 많이 해야 되지 않나. 왜냐하면 이제 출산율도 많이 떨어지고 아기도 안 낳고 하니까. 맞아. 그래서 뭐 해야 되지 않나 하고 그리고 전혀 한국은 이제 전혀까지는 아니지만. 아 없는 것 같아요 내 생각에는. بيقول دلوقتي في الوضع الحالي الموضوع بقى منفتح أكتر الناس دلوقتي بقت تتجوز أجانب كتير في كوريا خصوصاً إن في أزمة في التعداد الكوري ما بقاش في أطفال فهتحصل جاب كبيرة بين اللي هيبقى الشعب كله كبار سن وشعب يعني ما فيش أطفال فبقت الدولة تدعم كمان الجواز الأجانب وعاملة زي دعم للأجانب أي كابل أجنبي في ليهم حاجات معينة من الدولة دعم معين من الدولة. فبيقول دلوقتي ما بقاش في ناس بتعارض الموضوع ده سواء العائلات او المجتمع نفسه. تخيلوا معايا ان من ضمن الاكتشافات او الانطباعات اللي طلعت بيها من زياره بتاعت كوريا انه كوريا بلد سون نجم توتنهام اللي كلنا حبيناه وحبينا الكوره اللي بيلعبها الرياضه الشعبيه الاولى فيها مش كره القدم في كوريا الرياضه الشعبيه الاولى هي البيسبول دي الرياضه الاولى ويجي بعد البيسبول كره القدم طبعا سون هنا يعتبر يعني من ضمن الاعلام اللي بيعشقوه هنا في كوريا وهو يعني من ضمن القوى الناعمه الكوريه الكبيره لكن ما زالت الرياضه الاكثر شعبيه في كوريا هي رياضه البيسبول يجي بعدهم كره السله ثم الرياضات الالكترونيه وهنا بقى يعني مهاويس
الرياضات الإلكترونية، في بطولات كده بتتعمل في الفيديو جيمز يعني، أو الجيمز أو هنا يعني مش عاوز أحكي لكم، مع كمان شبكة الإنترنت القوية، فهنا اللعيبة المشهورة في الرياضات الإلكترونية هنا نجوم زي سوم بالظبط يعني، نجوم يعني هنا في الشارع يعني بيعملوا مهرجانات لو شافوهم. بعد كده بقى تيجي الكرة الطائرة، فتخيل معايا ان بلد سون الرياضة الشعبية الأولى فيها هي البيسبول وليست كرة القدم. تخيلوا معايا كوري في فرح نوبي وكمان بوها العريس. فرح النوبي ده عندنا في مصر يعني اكتر فرح احنا بنحبه يعني، ايا كان بقى مين اللي موجود بس هنروح ننبسط، هو بالنسبه لنا خروجه او فسحه. 일단 나는 처음부터 들어보지도 못했던 그런 거였는데 왜냐면 우리는 이게 해나라고 하는 것 자체가 익숙하지도 않고 그리고 어떤 밤에 그렇게 사람들을 불러 모아서 춤추고 노래 부른다라는 거는 한국에서는 이제 바로 유튜브에 나오거나 بيقول حضرتك أول حاجة من الانطباع نفسه إن ما كانش يسمع أبدا عن تجربة الفرح النوبي دي نهائي، فكانت أول مرة يسمع عنها. تاني حاجة الحنة، إن إحنا حطينا له حنة العريس بقى بتاعتنا النوبية اللي هي بتبقى لونها أحمر غامق، فبيقول لحد كان قرا لي على حنة قبل كده ولا كنت أعرف ريحتها إيه، فكان مستغرب حتى ريحة الحنة. أنا كنت بحبهاش وأنا صغير، لما كبرت حبيتها. لا ده هو ما زال هو وقتها عملها عشان الفرح بس كتجربة يعني، بس هو وقتها قعد كتير قوي يقول هي هتمشي من إيدي إمتى؟ احتلال الحنة. احتلال، أمال هي هتمشي إمتى؟ وبعدين لسه فضلت في ضوافره كمان فترة، فجه بعد كده بيقول تالت حاجة إن الناس تتجمع بالليل وترقص وتعمل احتفال كده، هنا في كوريا لو حصلت تطلع في الاخبار. حاجه في الاخبار يعني، حاجه مش موجوده. طب الناس كانت بترقص ازاي؟ فاكر ولا مش فاكر؟ ايجو انيجا؟ ايوه لا لازم تعلميه. ايوه عشان عندنا احنا في النوبه عامه كده تحيه المطرب او الناس اللي جايين تسلم علينا يعني، فلما نعمل لهم كده بنحييهم، شكرا انتوا جيتوا. عشان كده كنا معلمين الحركتين دول طول اليوم، طول اليوم عمال بيحيي الناس. بيقول لك حضرتك يعني اول لما اتعلم الرقصه فعرف ان هي ماشيه على كل اغنيه، فلو عملت كده عملت كده عملت كده هي نفس الرقصه بنفس الشكل ده على كل الاغاني، فبيقول بقى حتى لو ما فيش موسيقى شغاله اوتوماتيك هتلاقيني عملت كده لوحده يعني، اول لما يفتكر الموضوع يفتكر على طول. 그 전까지 나는 춤을 한 번도 안 춰봤는데 그날 제일 춤을 춰본 날이야 처음으로. 그치. 처음이자 마지막으로. 이번에 나 عمري في حياتي ما رقصت ابدا، فده كان اول واخر يوم رقصت فيه يوم فرحي.
وزين كانوا هم المرشدين السياحيين لينا. النهاردة عرفونا لعب الشوارع في كوريا، وكمان داقوا معانا أشهر الأكلات في الشارع الكوري، وشرحوا لنا مكوناتها وأسمائها. احنا يعني ده فراخ مشويه بقى عاديه، يعني مش محتاجه اي اختراعات دي. ايوه دي هي بس فراخ مشويه بالخضار معموله كده في الستيك بتاعت الشيش طاووق، زي الشيش طاووق اهو، ده نفس الستيك بتاع الشيش طاووق. بس المميز فيها ان بعد ما بيشوها هنا بيحطوها في الصوص ده، الصوص ده سويت اند سبايسي، اللي هو التمييز بتاع الاكل الاسيوي اللي هو مسكر بس حراق في نفس الوقت. جامد ده، شكله حلو قوي. الناس هنا عامه بتبقى محتاجه حاجه تاخدها تاكلها وهي بتتمشى، فما فيش مطاعم مستقره، ولكن في الاكل الستريت فود ده. ده جميل قوي ده على فكره، بياخدوا الفاكهه اللي هي الفراوله ويحطوا عليها طبقه سكر صح ويقلوها. صح. جامده قوي دي بقى. ده الفراولة أو العنب، فيه برضو بعض المناطق السياحية بيكونوا عاملين عنب الأخضر كبير ده. دي برضو لطيفة جدا، بس فيها حاجة غريبة، انت تشوفها من بره تفتكرها عليها عسل، زي لما احنا كنا بناكل زمان التفاحة كده وفيها عسل، بس ده شوية عامل زي المصاصة يعني ناشف، بيتكسر كده زي البونبوني. هنا بقى اللي احنا شايفينه ده، لما حد يحب يطلع رحلة هنا في المكان ده مظبوط، فبيجيب لنفسه بقى البيكنيك مات. ايوه اللي هو الحاجة اللي هيقعد عليها في الارض، وبياخدوا بطانية زي مش عارف شايفه برضو حاجات. ايه ده فانوس، ده عامل زي فانوس رمضان بتاعنا ده. والله ايوه، هما بياخدوا الفانوس ده او الحاجات اللي ملونة دي وبيحطوها بقى على الترابيزه عشان التصوير. حتى حتى لو تلاحظ الترابيزه دي برضو الايجار، يعني الترابيزه اللي محطوط عليها الفانوس نفسها هي بتتاجر. بيتاجر كل الحاجات دي بتتاجر، والبطاطين الصغيره دي عشان لو حد بارد بالليل وكده بيبقى. هو يا زين، هو في كوريا بتعملوا النزهه دي او الرحله دي العائليه دي مره كل قد ايه او امتى؟ بوتوم 이게 한강에 근처인 사람들은 자주 갈 수 있는데 우리 같은 사람들은 근데 아마 한 달에 한 번 하나? 아마 한 달에 한 번 정도? 사람마다 다른데 보통 피크닉 할 수 있는 공간이 많지는 않아 사실. 한강밖에 없잖아 사실 우리가. بيقولوا ان البيكنيك دي او النزهه دي العائليه بتبقى جنب نهر الهان، فالناس اللي ساكنين جنب نهر الهان بيجوا كتير. لكن احنا عشان ساكنين بعيد 40 دقيقه او ساعه، بنيجي مثلا في الشهر مره او كل شهرين مره. ده حاجه كويسه. ده بقى احنا اكل بقى دخلنا على ايه؟ ده كده بقى اكل. ايه بقى؟ ايجو سلمون هانن جويا. اول حاجه هنا اللي هو اللي لونه بني الكبير ده، ده بيبقى جواه احيانا جبن واحيانا سجق، بس اللي جنبه على طول ده جمبري. الجمبري المقلي ده مشهور جدا يعني. وطعمه لطيف، واحيانا بيضيفوا عليه صوصات، ولو مش حابب الصوصات خلاص مش بيحطوه. اوكي. ده الجمبري هنا. وفي كوبايات الصغيره دي بيحطوا فيها اللي هو الرايس كيك، او ده نفس الكلام بقى ده المشويات برضو. بس هنا بقى دوره المشوي ايه، بس هما مش بيشوها، بيسلقوها وبعد كده يحطوها تسخن كده بس. أوكي. يعني احنا بس اللي بنشويها. اوكي. وده برضو الرايس كيك اللي قلت حضرتك عليها، بس سبايسي دي بقى، الناس اللي بتحب الاكل السبايسي. كيكه الرز بقى ها اللي جنبها اللي لونه ابيض ده فيش كيك، اسمه كعك السمك. اودينج لا ما عندنا ده كعك السمك. دي برضو الفراوله اللي معموله بالسكر من دي نفس الفراوله اللي معموله بالسكر. وده فراخ برضو، ده مقليات بقى. دي فراخ مقليه كده بيحطوها في كوبايات كده زي الباب كورن كده، تتاكل على طول. دي بقى بيحط عليها التوابل ولا في ساده وفي بالتوابل؟ والله دي كويسه دي. يقول ستيك راو. وده ستيك بيف. واللي هناك دي البطاطس دي مشهوره بقى، الناس اللي مثلا ما بتحبش الاكل الاسيوي او بالنسبه لهم الحاجات دي حاره مش قوي، بيجيبوا البطاطس التورنيدو دي وياكلوها. دي بقى لا فيها اضافات ولا اي حاجه، هي مجرد بطاطس بس مقليه وطعمها خفيف ولطيفه كده ولذيذه يعني. بص هنا الاسره الكوريه اهو جايبين الاكل بتاعهم، هيروحوا يقعدوا في الجنينه بالظبط وعلى الترابيزه، وجابوا من كل طبق جربوا حاجه، بص ان مفيش مطعم هنا، فبيجيبوا بقى جزء حاجه ويكلوها مع بعض. ورغم ان الاكل ده تجربه لطيفه وكل حاجه، بس بالنسبه للناس يعني مكلف اكتر من لما تروح تحجز في مطعم فخم. لان كل حاجه لوحدها مثلا 2 3 4 دولار، فيعني لما تيجي تجمع كذا حاجه تلاقي نفسك دخلت مثلا 30 35 دولار كده.